الجهل، عطهم عن السب عن الشتم. طيب شوف ورا ما تجي وحطك نموذج مباشر على طول. قلت لك الله الله العظيم نجيبك راح احط عندك قدامك هاني وحاطك يلحقهم وليد وعلي والله يا بروفايلك كلهم. وين نوار؟ ها؟ وين نوار؟ ابو احد ايش دعوه؟ هذا هكذا أتريدون مني أن أبقى شاعر؟ يدل على قوة شعري تركيب الكلمات على بعض فصاحة ضابطة مع الكلمات اللي قبل، في إبداع بس ما أدري صراحة وينه. الزبدة يا أنوار يلا هاليوم يقول الله أني بلشت بهال الله يسهله يا رب. بسم الله. طيب خلنا ننتقد، احنا دائما ما وجدنا هنا الا الانتقاد. يقول لك اما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيضة وهي رميم. لا ما يصلح كذا يا استاذ يا الدكتور عايض. يقول لك الجهل، الجهل عكس العلم، ثقفوا تعلموا، الجهل دائما يكون ايش؟ عكس العلم. واضح ما يبي له كلام، وهو من اعظم المشكلات في العالم. والله صراحة ممكن تقدر تقول من اعظم المشكلات بالمنتجة بعد. في 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 الموضوع هذا والله موضوع جميل. ساير لا مو ما والله مو مقصد، بس عشان تو قلت له يعني عادي. وهو عدم تصور الحقائق على ما هي عليه وبسبب يقع الإنسان في الخطأ والدم. طيب غيره يا ذبان عشان تعرفون الجهل على أصوله. طيب أول خطوة لعلاج الجهل هو الاعتراف به. يا ليت قومي يعلمون كلهم كلهم وش مدري وش اسمه يا جارة. طيب والرغبة الملحة مع العزيمة الكاملة في طلب العلم والتخلص من الجهل. الله ما ظنتي. طيب استمرار العملية العلمية والتربوية والإعلامية لبحث روح الوعي في الأمة. لا هو أول شيء يبدأ بنفسه الله يعطيك العافية، ما يروح يعدل الأمة، هو لو يعدل بروح الله ودي أدعي، إذا عدل بروحه يروح يعدل الأمة. بلا ابوك هو السبح، انا رايح اطن حالي به خلاص امزح والله امزح. طيب توفير كافه وسائل التعليم ونشره وجعل تعليم الناس من اولى مهمات الفرد والدوله والمجتمع. قال امير الشعراء احمد شوقي بالعلم والمال يبنى ايش؟ بالعلم والمال يبني الناس ملكهم. طيب التاكيد على ان الجهل افه الافات في المجتمعات. والله والله انه يقصد واحد معين اعرفه، بس ما تحدك تعرفه ما تعرفه، بس انا اعرفه وانا اعرفه حبيبي. يا اخي والله الدكتور عايض والله الاحيان ازاح حبيبي والله الدكتور عايض. طيب يقول لك التاكيد على ان الجهل افة الافات فيما خلصنا منه. الوعظ المستمر والنصح الدائم كل جلسة نجلس به اوعظهم واقول لهم انصحهم يا عيالي يا ابنائي لازم تثقفون علشان تطلعون بالمستقبل مبدعين، تطلعون اعلاميين ناجحين، تجون تناقشون اي احد تقدرون تلجمونه وتسكتونه. الجهل هذا لازم ينعدم تماما، ما تطلع من هنا هذه اكاديمية حياتك، لازم تطلع بابداع تخلي العالم كلهم يعجبون بشخصيتك. وش هذا الإنسان الغريب؟ وش هذا عنده ملكة من الحفظ وسرعة البديهة وإبداع من قطع النظير. والله أنا شهادتي بعض الشباب مجروحة، لكن بعض الشباب حاولت أطلع شهادة من تحت الأرض أجزت. قال لك الشيخ
تتجهل. بس مو بشرط عاد هنا، لا في شباب برا يعني يعرفون انفسهم. المهم لازم صراحة يقول لك الوعظ المستمر والنصح الدائم للابناء وحثهم على التعليم، فانا دائما احثهم على انهم ايش يتعلمون، واهم شيء يتعلموا القرآن. ان القرآن اذا تعلمت القرآن وحفظت وعرفت تقرا القرآن بشكل يعني سريع ولسانك سبحان الله ينطلق، تقدر تتكلم بلغة العرب واللغة اللغة العربية والفصحى، تقدر تسترسل بسهولة. سبحان الله القرآن إذا عندك عقدة بلسانك اقرأ القرآن كثير ينفك لسانك، تبدأ تصير فصيح زي يعني. أمزح أمزح. طيب والله جد والله صدق القرآن من الأشياء المهمة جدا في طلاقة اللسان. طيب توفير جزء من دخل الأسرة لتعليم أبنائهم التعليم الراقي، كلام جميل بس ما الموضوع هنا ما يخصنا، نحن موفرين لهم يعني كل شيء، حتى موفرين لهم أنا موجود بس ما في فائدة. الدكتور هاني والدكتور سعيد واليوم جاب الدكتور ما أدري شو اسمه بس ما. المهم فتح التخصصات وتسهيل الدراسة المنهجية والأهلية، تنبيه الناس إلى طيب إشراقة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يديه من ليس من أهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. قال أبو إسحاق: العلم دون دين أعرج. طيب عندما أقرأ كتابا لا أقرأ سطورا إنما أعايش أرواحا. يا الله عليك يا عباس، الله يا عباس، كلام كلام تحسه مكتوب بالقلم، مبدع يا عباس. عباس محمود أنت إنسان بطل، كيف قدرت تكتب الكلمات هذه؟ شوف كلمات رنانة، ترى لازم تحط ثلاثة سطور تحت رنانة، أنا متعوب وأنا أطلع تعبت. يقول عندما أقرأ كتابا لا أقرأ سطورا، يعني كل هذا اللي تشوفون سطور هذه لا ما أقرأ، أنا أقرأ وأعايش هذا الكتاب، أحطه بالقلب وأخليه هو يتكلم من نفسه، ما يحتاج أقرأ. إيش أتعب نفسي؟ أول شيء تتعب البصر قلت تقرأ، ممكن نظف بصرك. ثاني شيء تتعب لسانك تتكلم تقرأ لسانك، ممكن تتعب لسانك. ثالث شيء ورابع شيء خامس شيء، في أشياء كثيرة بس بعض الأحيان بنفس اللحظة ما يحضرك الشيء هذا، وإنما عايش أرواحا. فبس والله هنحط يمكن يقرأ وأبصح همسه والله خلاص. طيب المعرفة أقوى قوة في العالم، أشرح المفهومة صح مفهومة. الله الله الله، كلام كبير من قوة إنه كبير ما أقدر أقرأه عليكم. الحسد، وصل الموضوع مهم جدا جدا جدا. يقول لك أمرنا الله سبحانه بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد، والحاسد إذا حسد فيه خطورتان: خطورة على الحاسد نفسه بالمعاناة وضيق الصدر والكآبة مع ذهاب الأجر وتحمل الآثام والأزوار، وخطوة على المحسود بأن يصاب. طيب أنا بتكلم عن الحاسد قبل أدخل الموضوع، فعلا والله كلامه صحيح. يقول لك أدري تقول أنت توك تدري، لا أنا عارف. يقول لك خطورة الحاسد على نفسه بالمعاناة وضيق الصدر والكآبة مع ذهاب الأجر وتحمل الآثام والأزوار. والله فعلا أن الحاسد يا عمري العصفور حبيبي تعال كن الصقري الطار. المهم الحاسد سبحان الله دائما تلقوا فيه كآبة وفيه يعني حزن وضايق. ليش؟ ترى مو علشان يعني ما عنده شيء يستنسبه ويطلع ويروح ويجي مثل الناس، لا لا، بس لأنه قاعد يفكر بالناس، شغله الشاغل انه ايش، ليش فلان يمشي مع فلان، ليش فلان ما يمشي معي، ليش فلان عنده فلوس وانا ما عندي فلوس، ليش فلان عنده بيت وانا ما عندي بيت. يا كل حياته معاناة كآبة. يا اخي شلون عايش؟ ايش دخلك بهم يا اخي؟ صار عنده بيت من اليوم لبكره، ايش دخلك؟ رب رزقه خلاص، قل ما شاء الله تبارك الله والله ييسر له ان شاء الله ربي يرزق. تجلس بالبيت كذا كئيب، ليه يا ربي انت معطيه البيت وانا ما اعطيتني؟ يا ربي روح البيت. طبعا هو ما يقول يا ربي جينا البيت او يا رب ارزق البيت، لا،
يتمنى بس انه يروح بيت ذاك. ليه؟ يا رب يروح بيته، يا رب يجيب مطر قوي ويشيل البيت. ليه؟ كذا بس حسد، ما في اي شيء يعني. يعني صدق يعني انا مودي ادخل مخ عقلك يعني. وين عقلك؟ والله هذا هو الجهل. شفت شلون ربطنا موضوعين؟ سبحان الله. انا انسان دائما ايش اتدارك الموضع اي، واقدر يعني الحمد لله فطره من رب العالمين. فا والله من جد يا اخي انا ودي اقابل هذا الحسود، ودي اجلده. ايش تحس به يا رب؟ ليش هذا عنده سيارة فخمة وانا لا؟ ان شاء الله يصدبه بكره. ليه يا اخي؟ يا اخي خل نيتك طيبه، خل نيتك صالحه، ادع قل الله يوفقك تستاهل، وان شاء الله تستانس بالسياره وتفله وتعيش حياتك. يا اخي اذا عاش هو بسيارته ايش دخلك به؟ اذا كانت نيتك صالحه باذن الله ربي يرزقك على قد نيتك، وان شاء الله يجيك مثله واكثر. اتمنى دائما الخير لاخيك. حسبي الله ونعم الوكيل. لا لا خلاص حسبي الله ونعم. انا لازم اغير هذا، لانه فعلا هذا الموضوع انا لازم اغيره. ودي اتعمق بس اخاف اقوم واشوت العيال. الموضوع هذا معقد لانه كثير صراحه بالزمن هذا موجود ناس كذا الله يعافيهم ولا يبلانا. الخوف، تعال يا خواف تعال، جايك جايك. لو كنت غير ملم في هذا الموضوع كثيرا، ولكن في جعبتي القليل قد تجرحك وتقتلك اينما كنت ايها الخائف الجبان. ها طيب، الخوف هو الشعور بالفزع من شيء ما. كلام بليغ، فهمتوا؟ يعني كلام بليغ. وتوقع مكروه مجهول قادم كالفشل في المستقبل. لا ترى مو بشرط كذا، فاهم غلط يا لا لا امزحهم والله. صح لا صح عليك وصح عليك، بس في ممكن مفهوم ثاني. يا ربي كن يا ربي يا ابي ما يا ولد. كني بكمل كمل موضوع، او الموت او المرض او عدو غاشم او حيوان مفترس او الظلام او الاماكن المغلقه او المرتفعه او نحو ذلك من الامور المزعجه للنفس. وقال ابن القيم عن الخوف انه اضطراب القلب وحركته من تذكر ذا. يعني طبعا في خوف اني على قولة الدكتور هاني، الله يا انا شاعر كيف؟ لا لا هو سجع هذا، ما مدح بس بالشعر ادري، بس انا بختبركم انتم تعرفون الشعر ولا لا. في اضطراب اني خوف في خوف اني، وفي خوف من المستقبل المجهول. فالخوف الاني ممكن ايش؟ في موقف معين يعني مثلا الان انا في هذا المكان، ممكن اخاف انه او فيه فعلا في مثلا شيء حيوان مفترس هنا، او في شيء يخوف، فهذا خوف اني الان اخاف من الشيء هذا، وفعلا هو خوف طبيعي. وفي خوف من المستقبل زي ما ذكر الدكتور الفاضل الدكتور عايض القرني، انه ايش كالفشل المستقبل، انك تبي تسوي شيء فتخاف انك تفشل، فلاجل هذا ما تستمر او ما تروح تسوي شيء هذا لانك خايف. اكسر الخوف هذا، توكل الله، انطلق على قول الدعاء، انبثق، رح باذن الله ان امورك تمام. الى متى انت خواف؟ قل لي رد لك السكني على قول ساير. الزبده خلاص، موضوع الخوف مو بايخ. لا لا صدق بعطيكم حل. يقول لك دع الخوف وادخل بستان المعروف وتشاغل بالاخرين عطاء وضيافه ومواساه واعانه وخدمه، لتجد الطمأنينة طعما ولونا وذوقا، وابتعد عن المعاصي والذنوب والفساد والفواحش، لأنها تجلب لصاحبها الخوف والهم وضيق الصدر وأمراض القلب. فعلا أكثر الأشياء اللي ممكن تبعد عنك الخوف، ابعد عن الذنوب والمعاصي، ابعد عن الذنوب والمعاصي، ودائما اقرا اذكارك قبل تسوي اي شيء. لازم تقرا اذكارك، تحصن نفسك، تقرا آية الكرسي،
وزي ما قلنا قبل شوي تقرأ القرآن إذا كنت غير طليق اللسان عشان ينطلق لسانك إن شاء الله إلى عنان السماء. وبس والله توكل على الله وادخل انبثق. طيب اقطع أملك وتعلق في لا 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 والله غلط، ما ودي اقرا لي عشان ما تقولون انه غلط. اقطع املك وت لقد سقط حرفا سهوا. هلا والله هلا ابو هلا وسهلا هلا وسهلا والله خل عنك يا حسن. هلا ابوي والله نصايح ثمينه. نصايح ثمينه؟ ثمينه جايك بس ما نصايح. تدفع ها؟ كم تدفع؟ وفي ادفع؟ احمد ربك اني بجيك. اقول قال ثمينة قال. حي الله من زار خفف انا اخوي. حبيبي نظارتي يا الله الخير عساهم ما ينظلون. مع السلامة. شكرا حسن. اي الله يعطيك العافية. طيب بسم الله. ها؟ ماذا تقول؟ اسمه شو اخبارك؟ من هو؟ عشرة جنبك كلك واحد والله لو انك جزمه ما تدري يمكن تكلم كتاب. صح ترى الكتاب توي قاري عن الخوف لان الكتاب فيه اشياء اكثر من اللي فيك. هذا كلام. ايش تبي ابوي؟ الحياه سبحان الله. انا وقتي ترى من ذهب. من ذهب كم تبيعه؟ اوكي نمشي 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 يا صرف. بس ابي احنا رايحين ننام وكذا. اعوذ بالله ما بقى شيء على الفجر. اتق الله في نفسك يا حسن. انت جالس الان انت بتنام وانا بقول انت جالس الان تقدم رساله. العب العب ايه ف بوبي يا ويلك يا ويلك. ايه انا اقدم رساله؟ ايه انا اسمه قدمه عشان اقدم رساله فاضي. حبيبي قل كذا قدام الدكتور هاني وتجي تهايط قدامي. حول ولا قوه الا بالله. وانت بس بحجر لك روح ترجع علي. ها ما عندكم في ذا المنتجع غيري انا؟ لا لا ابد. اي واحد كل واحد شاف له واحد يطقطق عليه قال له كيفكم؟ هو لا نزعل من بعض خلينا حبب. لا حبيبي شوف ما بيحلف اسويها ترى. حبيبي ابوي انت ليش داخل هنا؟ في شيء بغيت اخذه وبطلع بس ان ما لقيته. فضيعت 45 يوم شو شنو؟ بالبرنامج تكلم. خال عنك البرنامج الحين انا اتكلم. انا اتكلم انت داخل برنامج انت تقول كل واحد يمر علي يقول لي مدري ايش. انا جاي اقدم العفويه. زي شو اسمه احمد. حبيبي لا تقول اسمه حبيبي ما اعرف اسمه انا. ايه بعدين كم عندنا واحد هنا كلنا جايين نقدم حسن. وريح خلنا اتفرغ حق المقنم حقتي. اسمع جينا الموضوع مهم جدا. ترى جد اروح اخمد يمكن. طيب. اقوم يمكن ما اقوم الحين. اقول لك رساله. يلا قول رسالتك. اتق الله في نفسك. باقي اقل من ساعه على الاذان. كم؟ اقل من ساعه. هذه فيها كوارث تصير. ايش فيك انت صاحي؟ في كوارث. في ناس يولدون في ناس يموتون. هذا انت قلتها بالفم المليان بعد. بس انت لو نمت ما قدرت تقوم صلاه الفجر. لا ما عليك. انا شوف انا لو في مني اثنين في المنتجع كان صلح حالكم. قصدك لو في اثنين يقول منتج كان قفل البرنامج ومشينا. هذه الاصح من المنلو. حبيب قلبي انت تغلط علي انت. لا لا بس بقول لك في موضوع مهم يمكن يجسد واقعك. يجسد واقعك المر. الموضوع بلشنا بلشنا نغلط صح. الموضوع كالتالي. ركز معي. هم ركز من الحاله ما في انا وانت يعني بركز مع الطيور الموجوده في المنتج. خلصني موضوع نتكلم عن ترى يقفل هو حبيبي. تعال خلي اكمل. موضوع يتكلم عن مطول ناظر وجهي ناظرني البخل. البخل حبيبي الموضوع هذا بس يتكلم عنك شوي ودي نتكلم عنه بما انك انت تجسد هذا الواقع. واقع ايش؟ اي البخل. بس البخل. عشان ما اوسخ ثيابي بحطي حلو. تحتي سؤال. تفضل. انت الحين شايف تغلط علي ليش؟ من هو؟ امي. الله يطول بعمرك. امين يا رب. ولا حجه بطريه. عشان كذا انت مفهي. ايش اقول لك انا؟ تغلط علي ليش انت الحين؟ ما غلطت عليك بس فعلا لو الان انا كم مره قلت مثلا حسن جيب لي ماء. ما تجيب لي. ايش علاقته بالبخل؟
ما أنا لا لا انت غلط تقرا غلط ترى معليش معليش اهدى من كذا ترى جسمي جاي ما ادري ان جبت لي الحكه يمكن فيك شيء اسمه هذا هو انا قلت لك سبحان الله من الخوف يوم جبت طال البخل بديت توتر يسمونه توتر حتى ترد على نفسك هي مصلع فهمت؟ اي ف لا لا عندي من اخذ دور من اخذ دور الدكتور وانا غاسلين يدي الله يعطيك العافيه بلوط على القم بعدين مستشار نفسي اي الله يسر لا وضعك اليوم ما هناش لا شوف طيب. هو ترى قبل شوي جبت طريق معليش اسف في ايش؟ كان مر موضوع جميل جدا ما اعتقد صدقني ما اعتقد يا انه بخل يا انه جنون يا انه قول هو هذا جنون شفت الفطنه هنا الفطنه عارف انا اسمه قول خلص لا اكثر لا خليها تغرد على راسك الحين من هي؟ هالطيب لك قول يا ابن الحلال قول ما نقدر نقول كل شيء حبيبي ما نقدر يلا قول حسن حبيبي بس 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 فخر الليل يلا قول قولي ننسكن في الليل مو بحلو اصلا نشوف المكان بعدين وش هالجني اللي ما عنده ذوق يسكنني ويسكنك ويخلي ابو منصور لحاله ابو منصور مجمع جنان ساير حبيبي بعد لا ساير قليله ساير والله عبد الله التفته هو داخل قليله لاني كنت مريت من موضوع الجهل اي الله يذكرهم بالخير اي فالتفت عليه قلت ساير بدي اخذك معي برا قلت له موضوع اي عشان اجسد الموضوع عليك مباشره عشان تقول مثلا ما بدون ما تكلم عن الموضوع اقول ساير حلو قلنا لك حلو لا تسلك لا حلو يعني ممكن اقلب الموضوع عليك انت هو خلصت دهورت عليه وخلصت اللي بعد طب ادور موضوع ثاني يعني خلصنا لا حسيت انك بتقول لا حسن الدوسري اعطاني اهداء ايش الاهداء الغصب سريع قبل ما كنسل بسرعه بعد وتشرب يلا زين حبيبي حسن اقول يلا انك تسامحني على هالكذبه فاخر الليل يلا ايش تبيني اقول لك؟ لا 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 يرحم امك لا 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 ما يليق تفاعل مع الاهداء لا 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 باقي طيب. ما هديت عشان تتفاعل تفضل ايش تبيني اهديك؟ اهداء ما يليق عليك شيء المشكله اجمل شيء عندك قله عزاء لانه صحيح ما يفين حقي بس ايه؟ بتقبل شيء في عزا في حزن اي يليق عليك بس ما حبيبي عزا وحزن قبل شيء قلنا لك بالكتاب هذيك حقك انا شيء فرائحي شيء جميل شيء فيه نعم تبي اعد لك الحروف الانجليزيه اي بي سي دي تليق على فيسك نعم نعم اي زينه ترى فيها تفاؤل اي بي سي دي زينه ترى زين يلا ندور اسمع اصبر خلنا نسوي مجمع فيه الكفايه طيب معك ثلاث دقائق ثلاث ثواني بعد واحد يلا ابشر ابشر اثنين دقيقة عاد خلنا نفكر دقيقة ايش تبي نقول لك؟ يلا يلا اقول لك قل كل لحظة يا الغالي تفوت اشتاق لك صورة صوت يا رب بدعي ترحمه مات اللي طيفه ما يموت لا ما يموت مات اللي طيفه ما يموت ألقاها من شوقي ولا ألقاها من كثر الولا الله يصبرني على شوق لكل ما لا يزيد يا شوق كافي لا تزيد من بعد صرت أنا وحيد تقدير منك لو سمحت يا أخي أحب واحد بعيد واحد بعيد يا شوق كافي لا تزيد حسن يقول لك شكرا حسن أقول يقول لك أحب واحد بعيد أقول
موتا جعل تطيح عليك من بقايل يا رجع. وش الاهداء السخيف هذا بعد ما تعزلك وطالب بدخول مكاتم والله. لا 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 شاركونا الفرحة واضحكوا ويانا شاركونا المتعة والمولى يرعانا. يلا توكل على الله بس يلا لا افلع راسك بك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والرسيلة محمد رضي الله عنه المقام المحمود الذي وعدتنا لا تخلف الميعاد. Vote.